نرحب جميعا بحضره صاحب السمو شيخ تميم بن حمد الثاني امير البلاد المفدى. إنه حقاً متحف لكل فرد منا، متحف يشجع الجميع على المشاركة في متعة الرياضة. واليوم نحتفل بتحقيق الحلم وافتتاح المتحف، فقد كان والدي يؤمن بأهمية الرياضة في تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية الأجيال، ويطمح أن يجعل من قطر مركزاً عالمياً للرياضة. لنبدأ بالعد التنازلي لتدشين المتحف رسمياً من قبل سمو الأمير يحفظه الله.